تتعالى أصوات اتكالة في البصرة سقطا على لجنة رفع التجاوزات والتي تسببت بمقتل شاب بعد أن صعق بالكهرباء. نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير. يعني ما بهم يتعلون نمر شوية يوخرون، ليش يسوون؟ أنا مو عراقيين، ليش؟ نريد ناكل القاع، شو نريد نسوي؟ ليش يسوون وحرموا ابني؟ ليش؟ ليش؟ بلوعة وألم تندب حظها العاطرة، وبهذه الصرخات تتحسب على قاتل ولدها الشاب زين العابدين، ابن 14 عاما، بعد إن قضى نحبه جراء صعقة كهربائية أثناء رفع بسطته المتجاوزة وسط البصرة هنا. أريد من الله منكم بس كون الله يأخذ حقنا منهم، يكون تأخذون حقنا منهم. آه يما ما أتنازل عن حق ابني، ابني راح شباب، ابني ما مسوي شيء. أمس جو طلعوا علينا التجاوزات اللا إنسانية، تقول اللا إنسانية، مبسطين بسطات كل مجال ما انطولنا. يعني طفل عمره 14 سنة بعمر الورد جاي يشيل واير، نزل عليه الكيلة وكتلة، مطالبتنا نريدهم. احنا لحد الآن كل شيء ما سوينا، ثاني القانون، أول شيء الله بعدين القانون، ياخذ حقي ورد حق وليدي اللي عمره 14 سنة بعمر الورد. الشاب الذي نادى لجنة رفع التجاوزات والقوات الأمنية أن يمهلوه بعض الدقائق لإكمال ما تبقى من تلك البسطة من أغراض وأسلاك كهرباء، لكنهم رفضوا تلك المهلة، والرواية على لسان شهود عيان. احنا قاعدين جايين نبسط، العالم جاي يتبسط، ايش حاطين؟ حاطين خيم. شلون الخيم؟ شوف لك اثنين مال الافواج جنس السيارات وراهن الشفر، لا قال عزلوا، لا قال هذا ابو التفليش، اربد اربد. قلينا له اعطينا مجال بس خلنا نشيل الغراض الكهرباء منه، قال وخر مالك شغل يا بالعالم، لا تنتل، شو النتل ولا الطعن ولا شلنا، هم خلوا شردوا. أم مفجوعة وأب يئن من حسرة الفراق، هذا ما خلفته لجنة رفع التجاوزات بعد أن تسببت بوفاة الشاب زين العابدين أحمد ليلة البارحة، ومطالبات ذويه بالقصاص من المتسببين وفق القانون. إيهاب المالكي، الرابعة، مدينة البصرة.